سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي اخترتوا الحياة فم على 93 واللي تابعوا فينا مباشرة على الصفحة الخاصة للإذاعة كالعادة سبيسيال تنس ومتابعة لفعاليات الدورة الدولية الأولى للأواسط من تنظيم نادي التنس بالقيروان وبالشراكة مع الجامعة التونسية والعالمية للتنس. اليوم السادس أكيد باش يكون متواجد بعد قليل زميلنا حسام الرابحي من سوسة إلى جانب المدير الفني ماهر بغنيمي. في البداية باش نرحب بسي طارق البرهومي عضو جامعة التنس وأمين مال سابق بنادي التنس وكذلك رئيس لجنة التطوير والنهوض برياضة التنس وتطوير المنشآت الرياضية عن الوسط ورئيس اللجنة الطبية والتوعية الصحية في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات. مرحبا بك سي طارق. مرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافة الرشيقة سي الحطاب، ونشكرك في على البرنامج الجميل الرائع. نحب نقول لك رو برنامجك هذا هو الوحيد في تونس الذي يهتم مختص بالتنس، وهذا ذكاء منك وذكاء من هذه الإذاعة اللي هي تخدم في خدمة ذكية وباهية. نشكرك في اجتماع على كل ما قاعد تقدم فيه للتنس اليوم عبر هذه الإذاعة وعبرك أنت شخصيا. لا شكر على واجب سي طارق. نادي التنس بالقيروان خاصة الجمعية الفتية اللي قدمت أبطال وقاعدة تقدم وترتقي بالرياضة في ولاية القيروان، هذا خير دليل على تظاهرة كبيرة برشا، تظاهرة عالمية اليوم تتنظم. هذاك علاش باش نمشيو للسوسة مباشرة مع زميلنا حسام الرابحي. مرحبا بك حسام. مرحبا يا عبد الله، تحية ليك وتحية للدكتور طارق البرهومي وتحية لكل متابعات ومتابعي راديو الحياة فهم. بالفعل احنا موجودين في قلب الدف، احنا موجودين في متابعة ومواكبة حينية للدورة الدولية للتنس لأقل من 18 عام. هذه الدورة اللي نظمها نادي التنس بالقيروان، وكما سبق وتحدثت انت عبد الله على نادي التنس بالقيروان اللي هو يعتبر فخر الرياضة في تونس وخاصة على مستوى ولاية القيروان باعتبار يعني الإنجازات اللي قاعد يقوم بها النادي هذا من ناحية يعني الموارد البشرية في علاقة باللاعبين او حتى الإدارات الفنية اللي موجودة على رأس هذا النادي ولي المديرة زاد كذلك اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا اليوم نادي التنس بالقيروان. كما سبق وتحدثنا البارح ونحكيه اليوم وما زلنا باش نحكيه لأنه اليوم هذا مكسب يعتبر لتونس ولولاية القيروان ككل. اليوم نادي التنس ينظم أول مرة دورة دولية. أنا باش نقول لك عبد الله أنه الدورة الدولية هذه ناجحة على كل المقاييس، لأنه اليوم الآراء متاع اللاعبين، آراء متاع الأولياء اللي يحكيوا ويتحدثوا خاصة من ناحية الجانب التنظيمي. وخليني نذكر العباد اللي يسمعوا فينا توا إن شاء الله من بعد شوية باش يهبط ريبورتاج كامل في علاقة بفعاليات هذه الدورة وخاصة في علاقة بآراء الأولياء واللاعبين من مختلف أنحاء العالم خاصة من ناحية الجانب التنظيمي اللي هو كان جانب تنظيمي يعني حقيقة محكم للغاية. اليوم دورة خلينا نقولوا أنها ناجحة بامتياز، وإن شاء الله أنه نادي التنس بالقيروان باش ينظم دورة دولية أخرى، وأكيد يعني هذه تدخل في التجارب نتاعنا وإن شاء الله يعني الدورات القادمة باش تكون أحسن من الدورة هذه. ولكن ديما نرجع ونقول أنه دورة دولية اليوم من تنظيم نادي التنس بالقيروان وتحت إشراف الجامعة التونسية للتنس وبرعاية زاد كذلك إذاعة الحياة فهم. هذاك علاش عبد الله التفاصيل الكاملة في علاقة بنتائج اليوم ويعني مباريات يوم غد. يحضر إلى جانب المدير الفني لنادي التنس بالقيروان سي ماهر بغنيم، أكيد شخليك معاه بالمباشر. سي ماهر مرحبا. مرحبا سي عبد الله، مرحبا مستمعين إذاعة حياة فهم، ومرحبا بالمتابعين اللي في الفاتو الكل. مرحبا بك سي ماهر. اكيد اخبار تجينا من سوسه، اخبار ساره، انت باش تاكد لنا الاخبار هذه باعتبار اليوم السادس تقريبا وصلنا للامطار الاخيره. نعرف انه يوم الاحد مش تكون الاختتام والنهائيات، اكيد عنا اخبار ساره اليوم تجينا خاصه من ابنائنا خاصه الفتيان والفتيات انهم ترشحوا فما فيهم مش كون ترشح للنهائي على غرار يوسف ابو بكر. باش تعطينا اكثر تفاصيل باعتبار انه اليوم السادس شهدت الادوار الربع نهائي. صحيح سي عبد الله، دونك اليوم لي كارت دو فينال في الدوره الدوليه الاولى في تاريخ نتيجه بالقيروان. دونك اليوم فاز اللاعب التونسي المصنف رقم واحد كما ذكرت وقلت يوسف ابو بكر على اللاعب الهولندي جيب لاكرزين بنتيجه 6-0 6-3.
كما فاز اللاعب التونسي المصنف الثاني في الدورة ياسين كروات على اللاعب عمر الكنيني بنتيجة 6-6 7-6 6-4، وتمكن اللاعب اسكندر مزوار من الفوز على اللاعب البلجيكي جول جاروت 6-0 6-3، وتمكن اللاعب الإيطالي كارلو ألبيتو كانياتو من الفوز على اللاعب زكريا الحمروني بنتيجة 6-3 6-3. بالنسبة لجدول الإناث سي عبد الله، اللاعب التونسية مريم مخلوف للأسف انهزمت اليوم أمام اللاعبة الإنجليزية أليجرا بنتيجة 3-7-6، وتمكنت اللاعبة ألكسندرا بوزارينكو من الفوز على اللاعبة المغربية كنزة العقيلي بنتيجة 6-4 6-4، كما تمكن اللاعبة كوفاسكوفا التشيكية من الفوز على اللاعبة الهولندية تايلي بنتيجة 6-1 6-2. المفاجأة اليوم كانت في جدول الثنائي في جدول الزوجي بالنسبة للإناث، اللعبة شاهد الترخاني واللعبة جميل طارة مكروا من الترشح إلى الدور النهائي، وصال غدوة بشيواجه في الدور النهائي الثنائي المغربي ساميليا وصوفيا حداثة. بالنسبة للبكور في عبدالله غدوة إن شاء الله الأدوار النصف النهائية ستتضمن مباراة الغد على الساعة 10 صباحا، النصف النهائي الأول اسكندر مزوار ضد ياسين كروات، والنصف النهائي الثاني اللاعب الإيطالي كانياتو سيواجه المصنف رقم 1 يوسف مبكر، وإن شاء الله يكون عنا دور نهائي تونسي تونسي على شلي، ونفرح وتكون فرحة كاملة إن شاء الله. نتمنى وإن شاء الله يكون لملال نهائي تونسي تونسي ويكون تتويج تونسي. بالنسبة للأجواء مير أكيد لليوم السادس كما قال زميلنا حسام أجواء كبيرة برشا. صحيح والله أجواء طيبة وأجواء معناها هايلة، طقس هايل، السيت الحقيقة لهنا في وتيل مرادي بلاش في سوسة الحقيقة السيت معناها قبيلة بركة، كانت بحذينا مدام سلمة الملي لما حالة ما تمكنش في ناخذوها باشر مزروبة شوية، وكانت معناها مع مسؤول من الجامعة العالمية للتنس باش يشوفوا السيت هذايا واللي باش يحل فيه معناها السونتر معناها دونترينمون تاع الجامعة العالمية للتنس اللي خذته الجامعة، ودونك لو سيت ما نجموش يلقاو بخير منه الحقيقة. لي جوار لي بارون الكل فرحانين والكل معناها يقعدوا فينا ان شاء الله السنه القادمه باش نعاودوا نرجعوا، وان شاء الله معناها تكمل الدوره في ظروف طيبه، ونتمنوا ان شاء الله توفيق للاعبين الكل ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا التوفيق للفرق الكل. شكرا لك سي ماهر المدير الفني لنادي تنس بالقيروان. كما قال سي ماهر عديد المفاجآت الساره، خاصه سارة الترخاني وسارة شميلة اللي عداو يعني مستوى طيب جدا، أو نسمع شنو قالت سارة ترخاني. أصلي ما اسمي سارة ترخاني، عمري 15 سنة، جوز دو تنس دو ليكيب ناسيونال. لعبنا اليوم ماتش ما كانش صعيب جملة، ربحنا الحمد لله دومي فينال، تعدينا للفينال، ولعبنا ضد دو ادفيرسير من برا ما شاء الله عليهم بالحق، ما كانش سهلة جملة والحمد لله. أكيد هذه سارة ترخاني وزميلتها سارة شميل اللي ترشحت للنهائية. سارة شميل عمري 15، الزوز اللي عملنا ضدهم كلاسي في الميل الأولانيين، وماتش ما كانش سهل بكل. تحضيراتكم للفينال غدوة؟ إن شاء الله نربحو باش نعطيو اللي عندنا الكل. إذا بالنسبة للتونسيات اللي ترشحوا أكيد زادة المغرب العربي متمثلة في المغربية، نسمعوا اللعبة المغربية شنو قالت. Je suis Sofia Hadab, je suis marocaine, j'ai 14 ans et je suis venue en Tunisie pour jouer ITF. L'organisation et l'ambiance elle est très bien ici et je viens de perdre mon match aujourd'hui en quart contre une Russe et j'ai encore le double, j'ai encore la demi en double. Les garçons, ils sont en demi-finale dans le double, ils ont perdu deuxième tour en simple et Kenza Akili elle est en train de jouer son quart maintenant. وبالنسبة للأجواء كما قال سي ماهر بغرين أجواء كبيرة برشا، بس أنا أحد أولياء اللاعبين اللي حكينا على الأجواء. شاركنا قدمنا في الريتور الدورة هذه بنت ربحت بجاية فوانيت المباريات اللي قدمتهم في الدورات اللي لعبتهم الكل، نشكر الجامعة زادة اللي أتاحت فرصة لبرشا دورات في تونس اللي خلاتهم يتكوا باللاعبين الدوليين هذوما، إن شاء الله زي خير إن شاء الله أحنا زادة نخرجوا نلعبوا برا، إن شاء الله الرسالة نتاعهم جابر هي اللي تخلينا أخيرا نختموا باللاعب اللي حقق المفاجأة إن شاء الله يكون متواجد في النهائي، يوسف بوبكر اللاعب التونسي. يوسف بوبكر من تونس، عمري 17 سنة، نلعب في تي اف جراتسان تو،
التنظيم مزيان كما تشوف في اوتيل المراد الاناء. اليوم ربحت لانكار دو فينال، ان شاء الله غدوه نلعب سيمي فينال، نلعب مع جوار من ايطاليا ومع جوار من هولندا. ربحت 2-7 6-3 6-0. كملت بكري برغم عنا هنا في تونس برشا دورات يساعدونا باش نحسنوا النيفو نتاعنا. اليوم وصلت دومي فينال، ان شاء الله نزيد نكمل نصف فينال بماتش غدوه، وان شاء الله نلعب كيما قاعد نلعب هكا في النيفو نتاعنا. فما برشا جوارات هكا نحب نكون كيفهم، اما مازال وقت ومازال الخدمه ان شاء الله، مازال الخدمه. جوارك المفضل؟ قبل رافائيل نادال، وتو الكراس مادام صغير في العمر وطالع كيف. سي طارق، اكيد كنا نسمعوا في الاراء خاصه اللي يترشحوا للنهائيات، بما انك انت رئيس لجنه تطوير للنهوض برياضه التنس وتطوير المنشات الرياضيه عن الوسط ورئيس اللجنه الطبيه والتوعيه الصحيه في مجال الوقايه من تعدي المنشطات، اكيد حاجات تفرح برشا انه ولايه القيروان ومتمثله في نادي التنس بالقيروان ينظم دوره دوليه عالميه، وشفنا عديد الاسماء اللي قاعده تبرز وحاجه تفرح برشا. صح قبل ما نحكيو على الدوري، نحب نذكر اليوم دراسة الجامعة في تونس، ثم خمسة دورات تعليمية يطلبوا هذا الأسبوع في التنس في تونس. خمسة دورات عالمية معناها خمسة دول، برشا دول جو تونس اللي متهدية، برشا سياح طيارات وتلة كل. هذه الجامعة أبدعت هذا الأسبوع وعلى رأسها مغير قلنا معناها رمي ورود، على رأسها السيدة سلمى مولهي. هذا عمل رائع يدل على مجهود رائع، مجهود كبير قاعد يصير في هذا في التنس في تونس. هذا البعد العالمي للتنس في تونس بدأت أنس جابر بذاك البعد العالمي الكبير. أنس جابر تو قاعدة تحضر في لونغاوس، برغادية هو نصنا بالتنس في تونس، فهذا يعود الفضل إلى الإدارة الفنية بالفيدراسيون الجامعة التونسية للتنس وعلى رأسها السيدة سلمى مولهي، اللي نشكرها نحن هنا من القروان على الشيء اللي قاعد تقوم فيه في التنس. وكذلك تو كي نرجعوا للتنس في القروان، كذلك التنس في القروان شاف تطور كبير، معناها منذ أن هو التنس قديم في القروان اللي يوري برشا، لكن تطور بصفة ملحوظة، كذلك ليس برمي ورود، ولكن شكر جزيل لرئيس النادي دكتور محمد ليوان على الشيء اللي قاعد يقدم فيه لهذا النادي والشيء اللي عمله في هذا النادي. معناها حاجة ما تتخيلهاش، أنا نتفكر النادي في السنوات الثمانينات والسبعينات كيفاش كان عندنا أنترا معمول بزفت، معناها في حاجة. نذكر الناس كمان نجار من اول الناس اللي كانوا يدربوا في التنس القروان لهنا، وان شاء الله ان شاء الله تستدعيها انت في حلقه من حلقاتك كي تقول له شنو رايك في التنس اليوم، تو يقول لك التنس اليوم في القروان كيفاش ولا. الدوره العالميه هذه صارت الايامات هذه في سوسه للاسف في نفس الوقت، لكن في القروان ان شاء الله باذن الله بتوفر ترع جديد اخر، واللي قاعد تو قاعد في طور الانجاز قاعدين يحضروا فيه. وكذلك نذكر الجامعه والسيده سلمى اللي هي مش تعاون في بناء هذا التران، ونشكر مدير دار الشباب اللي سمح وخلانا نعملوا هذا التران هذا. علاش بالذكر انه نحن جرينا تو قاعد لنا من سنه ثلاثه ولا اربع سنوات التالي نجري ونحب ناخذوا اكل بارتي لورا الترانات نتاعنا تاع التنس، وحبينا لينا برشا حبينا نحبوا نعملوا دو تران غادي فما ونعملوا جرادان وكل، لكن ما واتتش الظروف وما سمحتش السلطات الجهويه باش تخلينا نعملوا حاجه كيما كيكا. اليوم هاي فرصه مع هذا المدير الجيد وهذه الاداره الشباب الجيده اللي خلت لنا باش نجموا نبنيو تران جديد، وان شاء الله بالتران هذا عام الجاي يكون الدوره هذه في القيروان ويجيو الضيوف الكرام من دول العالم الكل ويحضروا لهنا القروان ويعملوا التنس في القروان. حبيت نعطيك ملاحظه قبل ما نختم معاك للسيد المدير الفني معاه تاعنا في قروان في التنس سي ماهر بغنيم فكرني في الانترفيو تاع سي بغنيم في الرياضه، قولوا له ما عادش تقول انهزمت، قول انتصرت منهزمه، خاطر ان تشارك بنيه صغيره من قروان وتشارك في دوره عالميه كيما هكا وتوصل في دورات متقدمه، يا لور كي تخسر المقابله كيما هذا ديما نقول منتصره، حتى وان انهزمت فهي منتصره، وباذن الله تولي منتصره في ايامات اخرى وتاخذ وتوصل ان شاء الله للفينال. وحتى الحكي كي ستارك يعني كيما قاعدين نشاهدوا يعني
فما لاعبين يعني من طراز عالي جدا يعني. وكنا يعني سمعنا في الكواليس والبارح حتى في التصريح تاع المدير الفني انه فما بعض اللاعبين ما غادروش ينزل بعد ما انسحبوا، لكن قعدوا يدربوا مع اللاعبين اللي من دول اجنبيه باش يزيدوا يحتكوا اكثر ويطوروا حتى من المؤهلات قدرات نتاعهم. وهذا هو الهدف، الهدف الاساسي من هذه الدورات هو زادري فما هدف تنموي سويت، لكن الهدف اللاعبين تاعنا باش يشاركوا في مثل هذه الدورات يكتسبوا الخبرات ويكتسبوا الاكسبيريونس وكل الحضور مع ملاعبي اجنبي اللي نحن عندنا في المخيل نتاعنا ملاعبي هذوك ملاعبي طيارات واحد من روسيا من المانيا مش نحن بنربوا معاهم نحن التنس صعيب ياسر. هاي وراتكم اون جيبر انه ممكن يعني ممكن أن انتصر جميلي. ايه ممكن أن انتصر على الروسي وننتصر على الالماني وننتصر على الايطالي. حتى انتم يا شبابنا يا اطفالنا اللي عايشين في القروان وتلعبوا في التنس في القروان ستصلون في يوم من الايام الى ذاك المستوى الراقي ومش تسجلوا ان شاء الله انتصارات كبرى. ما ترش سي طارق انه ربحنا حاجه اخرى بخلاف حتى الرياضه انه السياح، نعرف الظروف الصعيبه الكوفيد فرصه دوره عالميه السياح حتى ياخذوا نظرة إيجابية يشوفوا الحاجات اللي موجودة في تونس حتى نهار آخر أي دورة الملف نتاعنا يكون عنده حظوظ كبير. إيه نعم ذاك علاش قلت لك أنا بكر كي دي ميو في 5 مانيفيستاسيون انترناسيونال 5 دورات عالمية في تونس في أسبوع واحد. أسبوع واحد. شكرها نعاود نشكرها نعاود نشكرها مسيرش شكرها السيدة سلمى مولي على العمل الجيد هذا. 5 دورات عالمية في تونس معناها شو قداش من نوتيل خدم قداش من ناس سافروا قداش من صورة جميلة خرجت على البلاد تشوف لي باج فيسبوك لي فيديو اللي يخرجوا على شان انترناسيونال يعطيك الصورة الجميلة على هذه المدينة الجميلة هي بتبعتها بلاد جميلة لكن تعطي صورة أن صورة الأمان صورة بلاد متطورة بلاد تبحث عن المستقبل بلاد تخزر قدام مش قاعد تخزر التالي تحب تطور بلادها. هذا عمل جيد يذكر فيشكر ونتمنى أن كل الجامعات الأخرى يعملوا عن نفس جامعة التنس بالقيروان ونشوفوا دورات عالمية أخرى في بتونس شوفوا دورات عالمية أخرى. هو في الختام سي طارق إن شاء الله نحن أنت بما أنك رئيس اللجنة الطبية إن شاء الله غدوة يعني قبل اليوم الختام إن شاء الله تكون معنا يعني الأخصائية المتواجدة في قلب الحدث يعني باش ناخذوا يعني آراء نتاعها التصريح نتاعها ولا الوضعية الصحية للملاعبية خاصة غادي خاصة تعرف أنت طقس حار جدا والتوقيت 11 نتاع الصباح الماضي ساعة بما أنك أنت رئيس اللجنة الطبية أكيد التوقيت خلينا نقولوا بس بالنسبه للصغيرات يقلق شويه حتى من الناحيه البدنيه ويمكن قلق شويه لكن الطقس مش خايب كان يحكي لك توبك الطقس طيب في سوسه وجميل ولكن حبيت نقول لك ان احنا في الجامعه ان شاء الله فما برنامج انه مش يصير تكوين حول معناها الاشياء الصحيه في التنس كيفيه التدريب كيفيه تحضير اللاعبين صحيا كيفيه هذا كله ان شاء الله مش يكون في دورات قادمه في ندوات علميه اذا وعدتنا به مدام سلوى ان مش نعمل ندوات علميه صحيه حول التنس في في في, في تونس. واضح. في الختام شنو الميساج حاب توصل سي طارق؟ اون افون الى الامام. يقتنع كل واحد منكم انه قاعد يعمل في خدمه باهيه ونقتنعوا نحن انه التنس ممكن انه يعمل فارس ويعمل انطلاقه للبلاد ولازمنا نحن كمسؤولين على التنس وكل اللاعبين في التنس يؤمنوا بمقدراتهم وانهم قادرين انهم يوصلوا الى العالميه. شكرا لك، شكرا لك سي طارق البرهومي. اكيد وصلنا لنهايه حصة سبيسيال تنس، شفنا أنه المفاجأة اللي صارت تأتينا من سوسة يوسف وبكر نتمنى أقوله ألا التتويج اللعب التونسي إن شاء الله ما زلنا مواصلين وما زلنا متابعين خاصة يوم غد يوم السبت وكذلك في النهائيات يوم الأحد إن شاء الله يكون تتويج تونسي باش تكون تغطية خاصة يوم الختام خاصة نهار الأحد وكذلك باش يكون متواجد معنا ان شاء الله رئيس نادي تنس بالقيروان سي محمد ديوان يكون متواجد معنا على الاقل يكون غدو متواجد معنا قبل ما يمشي السوسه على الاقل ناخذ اكثر معلومات وان شاء الله نهار الاحد الكواليس الكل التصريحات كل شيء باش يكون متواجد حول الدوره الدوليه العالميه مباشره على الاذاعه اللي هي المساند الرسمي للدوره اذاعه الحياه فيم. شكر خاص لجنود الخفاء ايمن ليغا في الاخراج التقني كذلك سهيل السامي في الاخراج الرقمي عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو ملتقانا يوم غد.